ربما يرونك لا تستحق، أو يرونك معقد وتكبر الأمور، أو يرونك شخصية تحلم بالمستحيل، وكل ما هنالك أنك أدركت قيمة نفسك وعندك أمل ويقين ليس بهم وبتفكيرهم بل بربك سبحانه وتعالى. نعم حلمك كبير ولكن ليس على الله سبحانه وتعالى. نعم طموحك عظيم ولكن ليس عليه سبحانه وتعالى. لا يهم كيف يرونك أو حتى يقولون، فعندما يرضى الله غصب عنهم سيرضون، وإن غضب الله فمال الدنيا لن يكفي لإرضائهم، فهو الملك وهم عبيده سبحانه وقلوبهم بيده، فلما الخوف والقلق؟